اليوم قدمت واحد المرافعه حول الاركان ديال جريمه تجاره البشر، ووضحنا المحكمه وفق القانون المغربي والوثائق الدوليه ان جريمه تجاره البشر هي جريمه دوليه وجريمه ضد الانسانيه، كتدخل في جرائم الانسانيه اللي كيتحاكموا امام محاكم جنائيه الدوليه. الا كانوا هاد الناس كيطالبوا بان ينقلوا الملف الدولي، فحنا اللي خصنا نطالبوا بنقل الملف الدولي، لان حنا عندنا جريمه دوليه جريمه تجاره البشر. وضحنا للمحكمه ان عنصر جريمه تجاره البشر كتقوم على ثلاثه العناصر: الفعل، الوسيله، الغرض. الفعل في الملف ديالنا هو الاستغواء، الاستدراج. من استدرج واحد السيده بوسائل التهديد او العنف، عندنا العنف. ساره المرس واسماء حلاوي قالت كان كيضربنا وكيعنفنا وكينتفنا الشعر ديالنا. وقلنا للسيد الرئيس عندنا حاله ديال اساءه استعمال السلطه. هاد السيد استغل الحلاقه التبعيه اللي كتربطو كرب عمل مع مستخدمه ديالو. قلت له السيد الرئيس راه كيمشيو بناتنا ووالدات والوالدين ديالنا واخواتنا وكاع الاسره ديالنا كيمشيو للعمل من اجل الكرامه، من اجل عمل يحفظ كرامتهن وليس من اجل الجنس. يكفي ان الجنس في محل العمل على مستخدمه هو اساءه استخدام السلطه، لان السيده غاديه تخدم ما غادياش تتاجر في البشر. ووضحنا العنف والتهديد اللي كانت كتعرض له. كان تيقول اسماء حلاوي لا عرفتي شنو راني شنو داير عليك، راه كتجيني ركعه. وبينا له كيفاش انه الضحايا اجبرهن على الركوع له، هن عاريات. ووضحت مختلف، قلت له السيد الرئيس لاول مره في التاريخ عندنا سخره جنسيه. ما كاينش سخره في العمل الغير جنسي، كاينه السخره في العمل الجنسي. وكيفاش كان كيتم ما نشرحش الوقائع الشاده. وقلت للسيد الرئيس الا قلنا شي حاجه كتمس بكرامه المتهم وقفنا. تكلمنا على وقائع جرميه حقيره، هو تيقول ها هو المقال ديالو في الخاتمه، ختمت بمقاله كتبه في نفس اليوم سنه قبل الاعتقال، ماذا يقول فيه؟ اش كيقول لك؟ معاناة الإنسان النائم في مجتمع خشن. دابا هو اللي ولا كينتمي للمجتمع الخشن. وكيقول لك هذه الجريمة تدمر نفوس الكثيرات وأحيانا تصيبهن بجروح لا تمحى من آثار العقول والقلوب. وكيقول لك ما كارتك باغي واحد الإنسان غير سوي، وعلاش درتيها؟ سد لينا بهذه الوثيقة للمحكمة. قلنا له هذا مقال له حتى تتبين السيد الرئيس بأنه عنده العلم والإرادة في ارتكاب الجريمة. لو في الاخير كبر مقتا عند الله ان تقولون ما لا تفعلون، تقول شيء وترتكب شيء اخر. وها هو المقر، يمكن نخلي لكم نسخه منه. وكيقول الناس اللي كيديروا هذه المسائل كينتقموا من المجتمع وكينفسوا على الغضب والاحباط، هو اللي عنده احباط. فتصير المراه في الشارع او في البيت هي المتنفس. وكيشرح تيقول لك ما يدير شي انسان الا غير ساوي، يعني قلت له هو كيشهد بانه غير ساوي.